حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم. تقدرون تتصلون بنا وتشاركونا وتسمعونا صوتكم وآراءكم من داخل العراق. عندكم ذني الأرقام الاثنين، تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات البرنامج وتسمعونا رأيكم حول ما نطرحه. من خارج العراق تقدرون تتصلون بنا على واحد من ذني الأرقام الاثنين، فعندكم ذني الأرقام الأربعة، ذني اثنين للخارج وعندنا رقمين للداخل، ذني للاتصال. أما هذا الرقم اللي راح يطلع هنا، هذا رقم الواتساب، رقم الواتساب غير مخصص للاتصال، غير مخصص للمكالمات، غير مخصص لأي رسالة صوتية، وأيضا تدزولي فيديوهات عليها ما أقدر أعرضها أو أسمعها. اللي عنده فيديو، اللي جيت رسالة تقول إنه عندكم فيديوهات أو شخص عنده فيديوهات يريد يرسله، عندكم نافذة الشريط الأزرق اللي جوه، وين هذا الرقم طالع جوه، أكو شريط أزرق يتحرك أسفل الشاشة، هذا الشريط تقدرون تتابعوه، أكو نافذة اسمها نافذة أنت ترى، خصصتها قناة الرافدين لكم حتى تدزلنا هاي الفيديوهات عليها ونقدر نسمعها أو نشوفها ونتابعها ونبثها على شاشة الرافدين. أما هذا الرقم اللي يطلع قبالكم هذا فقط مخصص لبرامج، إذا ما قدرت تتصل بينا على واحد من هاي الأرقام أو الأرقام الثانية تقدر تدزلنا رسالة، أتمنى تكون الرسالة متبوعة باسمك ومكانك حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاكل العراق هواية وده نحكي بيهن واحدة واحدة. من ضمن مشاكل العراق اللي متعب الناس النزوح. أكو أسباب هواية تؤدي للنزوح. مخيمات النازحين غير مطابقة أو ما بيها أي متطلبات العيش الكريم، هاي جهة. المعاناة اللي دايعانوها النازحين بالمخيمات إنهم عايشين بخيام، هاي الخيام اللي لا راح تبردهم بحر الصيف ولا راح تدفيهم ببرد الشتاء. نقص المي، نقص الكهرباء، نقص الغذاء، نقص الأدوية، الاهتمام الصحي، كل هاي الأمور هي دايعانيها النازح. النازح اللي داي يطب بمخيم داي يحس روحه قاعد بمعتقل، لا يقدر يشتغل، لا يقدر يطلع أوراق رسمية إلى أطفاله وأولاده، التعليم بيها ما مسموح إلى، كل هاي الأمور دايعانيها النازح. ليش نسحوا الناس؟ نتيجة حرب في محافظاتهم، بس المفروض هاي الحرب خلصت، يعني ماكو شيء أو ماكو مسبب هسه يؤدي للنزوح مرة ثانية. المفروض نينوى صلاح الدين الأنبار ديالة محافظة التاميم، جرف الصخر بمحافظة بابل، انتهت بها العمليات العسكرية. المفروض الدولة تفكر شلون تعيد إعمارها، المفروض الدولة تفكر شلون ترجع النازحين لمناطقهم. ذول النازحين اللي عندهم مزارع وعندهم أملاك وعندهم أراضي وعندهم أعمال وعندهم مشاغل في مناطقهم، المفروض تفكر شلون ترجعهم حتى الناس تعيش، بس ما صارت. أكو من رجع وتفاجأ بالواقع، دخل إلى محافظته مثلا بالطرف الأيمن من الموصل، دخل انه لقى المدينة مدمرة 100%، فوين يعيش هو ومرته وجهاله؟ رجع نزح نزوح عكسي. اليوم مصادر محلية بمحافظة دهوك تقول اكو نزوح عكسي جديد، السكان قضاء سنجار بمحافظة نينوى، هذا السبب بسبب وجود خطر على حياتهم بالقضاء. بسبب شنو؟ استمرار سيطرة حزب العمال الكردستاني والميليشيات على اجزاء واسعة من قضاء سنجار. مديرة مكتب الطوارئ بمحافظة دهوك منال محمد تقول وأكدت أنه نزوح عوائل من سنجار كانت رجعت للقضاء، يعني هي أصلا حرب تحرير الموصل مثل ما سموها السياسيين، هم نزحوا، انتهت الحرب رجعوا لقضاءهم، هسه رجعوا نزحوا مرة ثانية. وأشارت إلى إيواء 250 أسرة نازحة بمخيمات موجودة بمحافظة دهوك. لو نفكر انه 250 اسره على اقل تقدير اربع نفرات من 250 نسخه بال 250 اسره، يعني حسب وش قد
ألف وفوق، ألف مواطن عراقي وفوق قعدوهم بمخيم بالوقت اللي فيه السياسيين يتعاركون على شنو؟ على البطاقة الانتخابية وعلى الدعاية الانتخابية وعلى الانتخابات الجاية. السؤال اللي نطرحه بهاي الحلقة، ليش النازحين أو قضية النزوح اليوم بالعراق مركونة على الرف؟ السياسي ما يفكر بيها. ليش قضية هموم الناس والنازحين جزء من عندهم محطوطة بالدرج ومقفول عليها بمفتاح وضايع والسياسي ما يفكر بيها؟ ما يفكرون شلون يعوضون الناس اللي خسرت بيوتها ومزارعها وأشغالها، ما يفكرون يعوضون الناس عن ما خسروا لحد هاي الشغلة بمكان هو ملكهم نتيجة سبب هو مو بيديهم. يعني مثلا أنا ما أحكي بس على سنجار، اللي نزحوا من الأنبار ومن صلاح الدين ومن نينوى ومن ديالى ومن أي مكان، هذا المكان مكانه والمنطقة منطقته، ونولد بيه وعاش بيه وعنده بيه بيت وعنده بيه أملاك وعنده بيه هواية أشياء، هو قاعد بأمان الله نتيجة خطأ واحد دخله تنظيم إرهابي لهذا المكان. بالمقابل الدولة اليوم من تعاملهم وتعاملهم أنه هم السبب بدخول هذا التنظيم الإرهابي، في حين أنه هم الضحية. أبو علي من أبو غريب، أبو علي؟ نعم نعم أبو علي، حياك الله يا أبو علي. عليكم. الله يخليك إن شاء الله ويحفظك. عليك السلام والرحمة والكرام. بالنسبة للبرلمانيين مال أبو غريب، نعم. خلي يسوون مناظرة هنا بالساعة مال خرنابات كل البرلمانيين اللي يمثلون أبو غريب، نعم، مناظرة ويحجون الواقع مال أبو غريب كليته، ويقسمون بالقرآن الكريم أنك الواحد ما ينقل واحد مثلا إذا أصواته يعني ما يبيعونهن واحد عن واحد. اي اني والبرلمانيين اني يشتغلون بالمهنية وخلاص لابو غريب، لان ابو غريب منكوب ولحد الان الحلبوسي ما زاره ولا مره لابو غريب وطلع على الخدمات مالته. اي برلماني صار بابو غريب بس يفكر بنفسه، بس يفكر بنفسه وشلون يجيب الفلوس. احنا نريد من كريم ابو سودة او طهران الزابعي او اي برلمان على ابو غريب ان يسوون مناظره ويتكلمون الحقيقه ويجون بالساحه مال خرنابات ويطلعون على الخدمات الما موجوده ابو غريب وان ينفذونها. مو كل مطر يتفيق الدنيا والأطفال من تروح للمدارس بالطين، لا يدعكون على نفسهم ولا يدعكون على القار. أن يحجون المهنية، أن يحجون المهنية ويتكلمون المهنية على واقع أبو غريب كليته، من كلية الزراعة لما تصل الفلوجة. نعم. لأن كريم أبو سودة يفكر بنفسه، طلال الزوبعي يفكر بنفسه، كريم أبو سودة يفكر بنفسه، أي واحد برلماني يفكر بنفسه. أنا أحكي لك الواقع. نعم. ولا بطيخ، إحنا نريد واحد يخدم أبو غريب. نعم. أي وهاي الحقيقة، والسلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام والرحمة. أم أحمد من الموصل، حياك الله يا أم أحمد. عليك السلام وعليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أخويا أشكرك على البرنامج، وعندي مناشدة على مود السجناء إذا تسمح لي. أي عيني أمي، تفضلي. اليوم أنا عندي كان رحت أزور ابني، هاي صار سنتين ونص ما شفته. نعم. ورحنا تعرف من الموصل تعب ومشقة ومصاريف فلوس، وما خلونا نفوت هناك ولا نزوره، بس اللي خبروهم على الموبايل برسالة تجيهم هذول يدخلوه يزوروه نص ساعة ويطلع، واحنا ظلينا النسوان نتوسل بيهم
وما قبلوا يفوتون، يقولون الا تجيكم رساله عن موبايلي. هاي شو قد احنا ننتظر الرساله؟ هاي سنتين ونص انا انتظر الرساله من ابني ما جتني. والله واقفين الموظفين ما لتم تعرف اهانه وصياح عن النسوان، وبيده من نرجيله اثنين موظفين بيده من نرجيله يشربون واقفين يضحكون علينا، يعني مذله مذله. يعني انا هسه جيت من الناصريه الله وكيل، وبعد غير نسوان بعد ما جو، يعني تعب تعب من الموصل للناصريه ومصاريف، وفوق زي رجعونا ما خلونا نشوف ولادنا. والله والسجناء طلعوا النساء يبكون من شافوا ولادهم يبكون، سالناهم ليش عاد تبكون؟ ما فرحانين شفتوا؟ تقول يعني الحاله يرثى لها الولاد كنصارى وجلد عظم، يعني يتعشون اندومي. الكيلو الطماطه خايسه ب 6000، كيلو الشكر يشتروه ب 2500. هذا اللي ما عنده فلوس مين يجيب؟ يعني حاله يعني بيهم تدرن، بيهم دنقري، يعني اسنانهم واقعين من السكري، يعني ما حد عايدير لهم بال، ميتين من الجوع والعطش. الله وكيل طلعوا يبكون النسوان، كلنا نبكي عليهم، واحنا ما شفنا بعد ولادنا على حكيهم. هذا اللي شفناه اليوم الله وكيل. واحنا نريد حل للسجناء، احد يفوت يشوفهم يشوف حالتهم. والله يعني تدمرنا، تعبنا والله. احنا عموت ألف موتة يومية، مخلف ولادنا محرومين، شباب يعني راحوا ضحية المخبر السري، يعني والله أكثرهم أبرياء، كل شيء ما عندهم الله وكيل. وأشكرك أخويا. شكرا لك أم أحمد. قضية المعتقلين يعني معروفة، وصارت الناس كلها تعرف القضية شنو، المخبر السري والقضاء العراقي، وأيضا الاعترافات اللي أخذت عن طريق التعذيب، وأيضا التغييب القسري، كلها معروفة والناس هواية دا تتصل فيما يخص هاي القضية، وكل العالم تعرف أنه ما حد يقدر يشوف ابنه أو أخوه أو أبوه بالسجن العراقي اليوم. وكنا نعرف الإهمال الطبي والمراكز العراقية، مثلا مركز توثيق جرائم الحرب دي يأكد أعداد الوفيات اللي تصير بالسجون العراقية نتيجة الإهمال الطبي أو الإهمال المتعمد من قبل إدارة السجون. لكن اليوم احنا نريد نركز على قضية النزوح والنازحين. اليوم اللي موجودين بالمخيمات هم همين شايفين الضيم نتيجة الإهمال الحكومي. اللي موجودين اليوم بالمخيمات هم اليوم همين معايشين، لا أكلهم أكل ولا شربهم شرب، ولا عايشين بمكان هو نقدر نقول عليه مكان يستحق العيش. الطفل العراقي اللي المفروض بالقرن 21 في سنة 2021 المفروض لما يولد أهله ما يفكرون وين ينيموه، بس اليوم الطفل العراقي اللي قاعد بالمخيمات أبوه يخاف عليه إذا تمطر الدنيا لأنه راح يغرق بالطين، ويخاف عليه إذا مطرت الدنيا لأنه الخيمة راح تغرق، ويخاف عليه أكثر إذا انشقت الخيمة، ويخاف عليه أكثر إذا ما إجا أكل، وهو ما ممنوع يعني ما مسموح له يشتغل ولا يقدر يطلع من المخيم. علي من واسط، حياك الله يا علي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلون أخوي؟ شلون صحتك؟ هلا بيك يا غالي، نحمد الله على كل شيء. تفضل. أنا عندي أخوي مسجون. نعم. السلام عليكم. تفضل أسمعتك، أخوك مسجون. عندي يعني من الواسط، عندي أخوي مسجون. علاوي حبيب قلبي، بس إذا أمكن نصيل التلفزيون اسمعني من التليفون يا غالي. أي قول. فدوي قلبك. أي عندي أخوي مسجون. نعم. وسمعنا بهذا الخبر مال عتاكي 15/9، أكو شيء خبر له شلت؟ والله يا أخوي العزيز لحد الآن كشيء رسمي من الحكومة العراقية أو من وزارة العدل أو من أي واحد مسؤول بالعراق ما بين هيك شيء. فدوي قلبك يا أخي، أنا استشون يعني ما له حل هاي المشكلة. يعني احتاروا بهاي الحكومة، احتاروا بيها. نعم. لا هي مطلعة ولدنا، لا هي اللي ما تفوقنا إلا يعني احتارينا بالقناة، احتارينا. يعني جاي تفوق بين عينك عينك، يعني سوي لك بين ما عاد توش. يعني شلون؟ بس هنا وين نروح؟ وين تجونا؟ نعم. زين. فاحنا نطلب من الحكومة، نطلب من سيد رئيس الوزراء. يلا ولدنا هاي خطين مساجين، شنو الذنب؟ وانتخابات تتوقع يا أخ علي يعني الحكومة هاي اللي باقي لها أقل من شهر
راح تنظر بهاي الطلبات وهي ما نظرت لها قبل؟ والله يا اخي اذا هم الشرفاء واذا هم ولد حميه ولد عوائل مثل ما هم عندهم ولد يخافون عليها، احنا عندنا ولد، اذا هم الشرفاء يقولون بهاي النظره لابويه ابنه. نعم نعم نعم. شكرا شكرا لك اخ علي. ام مصطفى من الطارميه حياك الله يا ام مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. انا مصطفى من الطارميه، انا مهجره وابني مسجون بالطارميه. نعم. مهجرين سجلنا من 2014. احنا اليوم ما عندنا عقد، ما عندنا عقد بالمعنى ولا بالسمه، يعني اشترينا هيك زراعي. نعم. كل شيء ما انطونا عليه، لا تعويض ولا كل شيء، ابو العاد احنا وين قاعدين على الشارع وما عندنا لا جار ولا كل شيء، ليش متطلنا تعويض على البيت؟ قالوا ما لكم، لان انتم لا عندكم عقد زراعي ولا عندكم ملك باسمكم. المهم ما خسرنا ورحنا كل شيء ما انطونا، عفنا وقعدنا هسه قاعدين هيش تجاوز ويا الشارع. ام مصطفى سؤالي مستقل. اللي باع لكم المكان بالطارميه يعني شلون ما اخذتوا من عنده ورقه او ما لقيتوا؟ زراعيه زراعيه عقد، هو عنده عقد وباني بيه فباعني، قال ما يصير اسجل العقد باسمكم، يعني العقد باعنا بس البيت. نعم. باعنا بس البيت، ولما تهجرنا تعرف انت لما سووا مال المهجرين ويعوضوهم على اساس، وظلينا نركض ونفتح حقين ما ادري ايش قد فلوس، وتالي بالاخير نروح له بالتعويضات يقول انتم ما لكم لا عقد ولا لقيت باسمكم. المهم طرد هاي الحمد لله والشكر. ابني معتقل بالناصريه. نعم. اخذوه من الكليه، اخذوه الكليه. والله تشابه تشابه هناك، كلهم اللي خلصوا عليه هسه اصبعه ما يتحرك، واحد من اصابعه. ولا ثار برجله وريحه الحقوق الانسان بسوي له لجنه طبيه. نعم. سجلوه وكملوه بالرصافه وراحوا عليه لهناك وتالي ما قبلوا يودونه يسووا له لجنه طبيه. انا ما عندي دحط محامي. وراحوا ذبوا لي هسه بالناصريه وهسه الوعده مالتي 2/10 لازم اروح له. كان هذا الوليد صار له من الشهر السادس لحد الان انا ما رحت له. هم يريد لي مصرف اودي له وهم يريد كراوي اودي له. يعني الله اكبر حلال عليهم هيك يسووا بولدنا، الله اكبر حسبي الله ونعم الوكيل عليهم، مثل ما هيك عذبونا خاصه احنا اهل الطارميه. نعم. يعني عبالك العدو المبين اهل الطارميه، يعني ولا احنا بالطارميه يعني شنو احنا؟ نعم. يعني والله حرنا بزماننا، لا هم نعطيهم عقل، لا هم حاليهم، لا هم يعني متقلوطين تقلوط، الله شاهد عليه من اروح اطلع من الاربع العصر ما اصلي سنتين للبطحه، ومن اصلي بالبطحه لو تروح واحد ويصور ويشوف الماساه ما عرفنا شافت، الله يساعدنا شلون ترجع على بيوتها. نعم. ما تسوون لنا حل، الله اكبر حسبي الله ونعم الوكيل، الحكومه ان شاء الله كليتها. الله ان شاء الله ياخذ حقنا وحق ولدنا. نعم نعم. وهاي شو اقول لك بعد؟ ما تقول لي يعني اذا حكيت احد سمعان شايفنا احنا ولا احد ينفذنا مطلب؟ ولد راحت كل شيء ما بيها، بعدها شباب 94 اخذوه هيك سووا بيه سووا اربع اهاب. اروح عليه اريد بس اشوفه حاطين بين وبينه اربع سيامه من هاي الناعمه مال من خلالات اعرفها. اريد اشوفه بس اشوفه زين ما اقدر اشوفه. اقول له شلونك؟ يقول لي الحمد لله شكر ما يشكي له عن مدمان طهراني عليه. الله اكبر على الحكومه هاي الظالمه. نعم. والله حرنا شو نسوي بزماننا بعد؟ يعني احنا نحكي لمن نحكي؟ هاي رب العالمين بس يدحق على حالنا. نعم. والله هاي شو اقول لك بعد؟ ما تقول لي انت ام رجال شبيدك انت علينا؟ هاي بس نشكي لك انت، نشكي لله ونشكي لكم. ربي يفك كربتكم ان شاء الله ام مصطفى. شكرا شكرا لك يا ربي، وربي يسمعوك ويردوك يعني ويردوا لك اللي طلبي يا رب. ام حسن من الموصل حياك الله يا ام حسن. ام حسن انقطع الاتصال يا ام حسن، اتمنى ترجعي لنا. قضيه النزوح العكسي يعني هو نزح مره
ورجع لمنطقته ورجع نزح مرة ثانية. الدولة العراقية شنو رأيها؟ ليش لليوم لا شفنا مسؤول وزيرة الهجرة والمهجرين ما حكيت؟ رئيس الوزراء ما حكى، رئيس الوزراء صدق اللي زار قضاء سنجار قبل كم يوم. شنو اللي سويته بقضاء سنجار؟ شنو اللي قدمته لأهالي قضاء سنجار؟ وزيارتك شنو جابت فائدة للناس؟ نزوح عكسي مرة ثانية 250 عائلة. شاكر من بغداد، حياك الله يا شاكر. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك يا أستاذ عبد؟ أمورك؟ نحمد الله على كل شيء أخوي. الحمد لله، تحية لك وتحية لكاد قناة الرافدين الذي لا يتكلم إلا بصوت مضموم. حياك أخوي، حياك الله. أستاذ أفل، أنا أعقب على الأخت أم مصطفى من تقول إحنا نشكو هذه الحكومة. أستاذ أفل، هي تشكي المين؟ تشكي هاي مو الحكومة، هاي حكومة إيرانية. هي من المفروض تشكو لإيران، ما تشكو لهذول النصوص، لهذول أدوات. لكن القائد العسكري علي خامنئي وذول جماعة الحرس الثوري على إسماعيل قاآني وغيرها، هذول القائد الصحيح. من جيد تشكو خل تشكو لذولك القادة، لا تشكو لذولة، هذول النصوص حتى من أقول بوجهك وحشى المشاهدين. هذول الكلاب لازم، الكلب حشاك لازم إلى رجل أو إلى قائد يقوده. فذول الكلاب والقيادة مالتهم إيران، الفرس الحاقدين اللي حاربوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حاربوا أبو بكر وعثمان، وقتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقتلوا الحسن والحسين، وقتلوا عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس وغيره وغيره. وصلوا إلى هذا العصر الذي نحن نعيش فيه، اللي قتلوا المسلمين وقتلوا أهل السنة، وفوق هاي كله حاجرين أهل السنة والمعتقلين حاليا في سجن الحوت الناصرية، وشقاهم الله عز وجل. ثم لأهل الغيرة الذين يتكلمون بصوت المظلومية ويحكون عن المظلوم. لكن أخي أستاذ أبل، نحن عتبنا مو على ذولا، احنا عتبنا على رئيس البرلمان اللي هو محمد الحلبوسي وليث الدليمي وطلال الزوبعي وباقي، وانا اعدهم بالاسماء، لا استحي ولا اخاف غير باسم الله عز وجل. نعم، عتبنا عليهم ذولا اللي بس انا وقت الانتخابات تعالوا انتخبونه، ويوميا مسوين مؤتمرات ويصرفون بالمصاريف والمليارات والدولارات والملايين، وتعالوا تخبروا شو وش راح نسوي لكم. زين، هاي الدوره اللي عدت واللي قبلها شنو اللي سويتوه انه؟ شنو اللي سويتوه انه؟ اخوتنا بالمعتقلات يعانون من اشد الجوع والالم والتعذيب. والله العظيم يا استاذ أذل، والله واني مسؤول أمام الله يوم القيامة عن كلامي وعن كل كلام أقوله. رجل عندي إخوان، أني أتكلم وياك، عندي إخوان اثنين معتقلين سجن الناصرية سجن الحوت، وهم عمال يشتغلون بيومية بأجور يومي، عمال حتى يحصل على 20,000 دينار حتى يعيش شغاله. أخوي عنده واحد عنده أولاد وبنية، والآخر عنده أولاد وبنية حتى يعيشون قالهم ونسوانهم. وهسه محكومين بإعدام، يقول والله فوق هذا الحكم وفوق هذا الحكم علينا وفوق السجن يطبون علينا ميليشيات إيرانية حتى ما يجيدون اللغة العربية ويعذبوننا أشد العذاب أمام الأجهزة الأمنية وأمام الجيش وأمام الشرطة وأمام مدير المركن السجن، وما يتكلمون كلام واحد يوم، ما يقدر يقول لهم ليش. أين الغيرة العراقية؟ أين الغيرة العراقية؟ أنت ما عندك غيرة عراقية يا مدير السجن. أنتم يا أجهزة الأمنية، أنتم ما عندكم غيرة عراقية، ما عندكم رحم، ما عندكم رحمة، ما عندكم غيرة. يعني وين عقولكم؟ وين غيرتكم العراقية اللي تقول إحنا عراقيين؟ ليش هيجي؟ يعني أنت اليوم
سجين عند ايران، انت اليوم سجين عند ايران، انا اذا اخاطب ابو مدير مركز مدير سجن الحوت، اليوم انت معتقل عند ايران. نعم نعم. هل ايران تقبل، هل ايران تقبل عراقي يجي يعذبك امام ايران؟ لا والله، والله اتحدى عراقي يعذب ايراني هو نعم. هو معتقل. نعم. لكن انا اشكرك اخي جزيل الشكر. شكرا شكرا لك اخ شاكر. ام حسن من الموصل رجعت لنا مره ثانيه، حياك الله يا ام حسن. السلام عليكم. عليكم السلام، هلا بيك يوم. هلا اخوي، انا بيك على راسي على راسي. سلم لي راسي. والله انا عندي مسجون صار له 16 سنه. كان بتاجي ويا اخوه الاخر مخبر سري صار له 5 سنين، والله كل شيء ما عنده اخذوه من البيت. وهذا الاخر ها 16 سنه اسعني وين حولوا لي من الاشتاء حولوا على المطار. والله اروح علي حال يعني حاله لا ردت حاله، والله تمشي على حاله، والله والله هاي 16 سنه الله اروح علي تحت بالعرب، انا اروح علي اوقع اشحذ من العالم واروح عليهم، نوم شهر اروح على هذا وشهر اروح على هذا، والله اروح عليهم. سويت لهم تسفير نوتين قابلت الوزير، رحت على عامل ملعب الشعب اول الخاطر الله بس حولوا على اخو، والله ما عندي وما يقبلون ما يسمعوني، واني ما عندي كل احد، انا عندي بنات اثنين وياني قاعد المدرسة مع النازعين، الله تدين من العالم واروح عليهم، يا الله يقبل عجل عجل. ابو 16 سنه ما طلعوني ليش؟ شكلتم مدنيه قلبوا على الرهاب، والله وحياه عيونك. نعم. وسعريكم انتم من قناتكم الشريفة، خاطر الله تناشدوني سوى العدل، هذا 16 سنة لو لبس يطلع علي أنا حرمة كبيرة. نعم نعم نعم. وأشكر قناتكم عبنا ما تحكي غير الحقائق، الله يرحم والديكم. شكرا شكرا لك أم حسن، وصل صوتك إن شاء الله سمعوك. أحمد من بغداد، حياك الله يا أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام. بداية أحمد التوين؟ أنا بسجن التادي. زين. سجين وعدنا معاناتنا وبعد عالف نوفة تدرون أو عالف كل أرسالات عدها وحانوت عدنا تعبان حيل، يعني عالم منتهي في النوب وعدنا أو في عدنا. إيه. إيه فصير اكتزاز عدنا بالنساء ويانا. يتحارشون بعرابنا حانوا التعبان عندنا. ايه ايه بس لحظة، وانا افعال صارت 18 و15 سنة وعالم منتهي، عالم حتى اكل او كيف ما عدها اسعار مختلفة كلش مو شلون ما كان، يعني البطل زيت ب 6000 دينار، شكر ب 4000، يعني حانوت مو شلون ما كان خيالي، سكة دقائر ب 15000 وامرار توصل 25000 دينار. اخ احمد، بعيدا عن المعاناه الماديه داخل السجون، تعامل اداره السجن شلونها؟ والله العظيم زفت اول احدى عاملك التليفون هذا الصرصوره باللايت ب 600000 دينار. تنحجر مشكله تصير، تنحجر ينزلونك المليون. والله التعامل يعني زفت. والوضع الطبي؟ والله الوضع صحت. عالم تدرن بها، عالم منتهي منتهي، يعني شلون ما كان. مثلا اي معتقل عراقي او مسجون وياك ومصاب بتدرن، يعني شنو الاجراء اللي دا يسووه وياه كاداره سجن او كمركز صحي في السجن؟ استاذنا العزيز، اول ما يعني التدرن هاي لازم اولا ياخذونه غير مستشفى. ايه يعني اول اجراءات اللي ما ادري يطول 4 أشهر 5 أشهر الا ياخذون ارسال، يعني يمشي يفد نوب عبد لك الا شنو الا ياخذون ارسال الا يصرفون له حقائق ما تدرن، عالم انتهت نفسها هلكت بالسجون. نعم نعم نعم. اي والله ناشد قال الناشد دولت رئيس الوزراء اي نعم خاطر امهاتي. عندك واحد يمك يريد يناشد؟ اي والله طيني اياه. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. شلونك اخوي العزيز؟ انا وياك وكرامي ونعم منك اخوي، تفضل يا غالي. ناشد دوله رئيس الوزراء يعطينا عفو
رحمه لوالديك. والله العظيم والله العظيم احنا غلطنا، بينا الغلط وبينا البريء، بس عفى الله عما سلف. اريد نرجع لاهاليتنا. انا ولا نازل، انا امي صار 5 اشهر من ماتت بحسرتي اقسم بالله. بعدهم خلي يرحمني كل شيء مريض، بس خلي طالعنا من الغلط. انا بدا صفحه جديده. بس اريد اسمك اخوي الغالي يعني حتى نعرف منو اللي دا يحكي وياي. اخوك رامي. رامي حياك الله اخويا. اخ رامي يعني مناشدتك وصلت، ان شاء الله سمعك رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ويجاوبك او يستجيب الى مطالبك ومناشدتك. انتم كمعتقلين اليوم اريد اعرف المعاناه اللي دا تعانوها جوا. والله المعاناه دا نعانيها جوا، يعني الطبيه تعبانه الاوضاع عندنا جوا حيل. العالم جاي تموت، العالم كل متعبين. ده تقدرون تشوفون اهاليتكم؟ والله والله المواجهه صعبه يعني حيل. ليش صعبه؟ صعبه العالم جاي تجي من 6 الصبح من 5 ما يطببوهم الا بالعشره بالدعش الصبح، هاي النسوان ضاله بالشارع. تظل 5 ساعات 6 يلا يطببوهم علينا. هو أنا سؤالي ليش صعبة؟ يعني أهل جايين دي يشوفون ابن لهم موجود داخل السجن، شنو الصعوبة من إدارة السجن أنه تدخل أهلك عليك؟ من 5 الصبح يوقفون يطبوا لك ساعة بالعشرة لو بالدعش الصبح ما يقبلوا هذا الحر والضيم والمرض. زين سؤالي الثاني أخ رامي، لما تصير مواجهة فلنفرض هسه إدارة السجن وافقت أنه تواجه أهلك، وأهلك أكيد جايبين لك غراض أو احتياجات، هاي الغراض توصلك لو لا؟ يوصل بس مرات يوصلنا نقص، ومرات يطولن يلا يطولن اسبوع يلا يوصلني، ومرات الملابس ما يطببون يرجعوهن بس الدواء. زين بالنسبه الى بقيه الاخوان المعتقلين داخل سجن التاجي، اكو ناس مثلا ما عندها فلوس تشتري اكل من الحانوت مثل ما قال لي اخ احمد قبل شويه، ذولا شو يسوون؟ راح اقول لك شغله على الاكل، لك ذب البيبان، باب القاعات، الجريديه البزازين، اي والله لا الجريديه والبزازين. طيب يعني اكو حيوانات قارضة واكو حيوانات داخل السجون. اوكي وصلت. انا اقصد اللي ما عنده فلوس بالمعتقل، مثلا شخص وياك ما عنده، شلون يقدر يشتري اكل وشرب؟ بس ما عنده فلوس. انا واحد مصر. بعدك ويا رامي؟ تدرى رامي احكي ياك انا اسمع. ايه تدرون مريض كل صوتك قام يقطع اخ رامي، اذا تقدر اسمع ثاني. ايه قول. ايه بس انا ما اقدر اطول، يعني هسه اذا اطول وياك احتمال يطبون علي، فانا افهمك اريد من عندك شغله وحده. رحم والديك. اسالك بالله ناشد لنا دوله رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على عفو العام، رحم والديك خلي يطلعنا، واحمد الحلبوسي كل الحكومه العراقيه، احنا هم ولدهم. نعم واحنا دعاوي مدنيه. نعم جابونا من سجن الكرخ دبونا بالتاجي، التاجي عباره عن فيروس، عباره عن مرض، كل الشباب قامت تموت في سجن التاجي. نعم واحنا دعاوي مدنيه مو ما دبونا في شي سجن. نعم 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 وصلت. فريده من عندكم عفى الله عما سلف، مرحم وعفو رحم الوالديه، طلعونا والله تعبنا، والله العظيم تعبنا، اهلنا تعبوا. نعم واحنا اشكر. شكرا لك اخ رامي. كانت عندي هواية اسئله بس قلت لي خاف يطبوا لكم، خوفا عليك وعلى اخوانك اللي وياك. رساله وصلت الى دوله رئيس الوزراء او اي واحد مسؤول من السياسيين العراقيين او اي زعيم حزب يسمي نفسه اني زعيم او اي واحد مرشح نفسه للانتخابات، عندكم رساله مفتوحه من داخل السجون، سجن التاجي بفيران وبزازين مثل ما قال لنا الاخ، ما شاء الله. وليش الأمراض تجيهم؟
بعد شنو؟ سجن التاج المريض اللي ما يقدر يحصل بيه دواء، والحانوت اللي دا تنباع بيه الغراض بأكثر من سعرها. ما أعرف يعني، هو السجن صار مركز للابتزاز؟ هو السجن اليوم يعني، هو أنت شخص حسب ماذا يقول الأخ، يقول إحنا دعوانا مدنية، يعني أحكامهم خفيفة. أنت فوق ما سجنته، فوق ما حرمت حريته، فوق ما بعدته عن أهله وناسه، لا يشوف أهله ولا يقدر يأكل ويشرب براحة ولا يحصل علاج ولا المكان صحي ولا المكان نظيف، وفوقها أكو بي مثل ما قال جريدية وبزازين. ما شاء الله. أبو عادل من صلاح الدين، حياك الله يا أبو عادل. بارك الله فيك وياك أخوي العزيز. حياك الله أخوي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة، تفضل أخوي العزيز. أنتوا نريد نناشدكم من خلال قناتكم، قناة الأبطال وقناة الرافدين. حياك الله أخوي، تفضل. بارك الله فيك أخوي. أنتوا شوف ما أجيبون طاري السجون اللي بيكلام من كردستان، اللي هم يقولون عن حزب الأول بالنسبة للبرزاني، والسجون اللي موجودة في اليمنية، واللي صارنا 5 سنوات إحنا ما شايفين أطفالنا هذول اللي سجونهم، بس هم أطفالهم ويانهم، إحنا ربيناهم خلاهم أطفال، صار 5 سنوات ما تتم ريحتهم. نعم. اللي هم أبرياء، لا محكمة ولا حكم ولا فقط يعني محجوزين، صار مدة 5 سنوات. أنا واحد من الناس، ابني اللي أقول لك عليه، والله لو عدنا أفر ويا داعش ما نداعي بيهم ولا نطالب بيهم، بس الله على ما أقول وكيل، أفر ما عدنا ويا داعش. وأبنائنا أبرياء تاجينهم ذول الظلام الأكراد أقليم كردستان، بنازونا خلال سجون أقليم كردستان لدعوا بسجناءنا. نعم أخوي العزيز، أنت وياي وياك أخوي العزيز، ناسونا على سجناء أقليم كردستان اللي هسه آلاف السجناء في أقليم كردستان، وما حد يعرفهم وين بيا سجون، السجون السرية دولة. نعم غلام. نعم وصلت وصلت وصلت. والله أخوي العزيز صار 5 سنوات ابني، والله لو عندي أفضل ما عندي ويا داعش. نعم نعم والله، وصار 5 سنوات هذا أنا ما مشتم ريحته، ريحته مو معد أبي يشوفه، هم جن السجون الحكومية الحكومة الاتحادية يمكن يشوفه، أمه تشوفه، يعني واحد منها لا يروح يشوفه، بس هذول الظلام اللي أنت ما جاي يشوف سجناءنا المساجينهم صار 5 سنوات. حتى السجون الحكومية ترى ما يقدرون يشوفون ولدهم، يعني هسه أختي أم حسن قالت إنه عندها ولد صار له 16 سنة. صحيح، بس إحنا يا إقليم كردستان لا حكم لا محكمة، فقط محدودين صارهم 5 سنوات بدعونا. وسجناءنا يرحم والديكم ويحفظكم ربي وينصركم ربي ويخليكم ربي إن شاء الله إن شاء الله. شكرا شكرا لك. بارك الله فيك أخوي العزيز وأني لكم. أبو مصطفى من بغداد، حياك الله يا أبو مصطفى. الله يحييك. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك يا الغالي؟ نحفظ الله، نحمد الله على كل شيء. والله يا حد نقول لكم معاناة المعتقلين والسجناء والمعتقلين بسجن التاجي أو بسجن الناصرية. نعم. ما صارت في جماعاتي، ما صارت في جماعاتي في كل العالم، كل الدنيا، لا بأفغانستان ولا بالهين ولا إسرائيل، ولا صارت في جماعات بالعالم. أنا المريض المعتقل مريض ويتلوى وما حد يستحسن يطلعوا إلى يعني للعيادة الطبية. يعني شو تريد توصف؟ شو تريد توصف؟ المواجهات مواجهات كلها إلا نساء. يعني شنو إذا يروح رجال يواجه؟ شنو اللي راح يصير؟ يعني إلا نساء ومذلة. والله لو تشوف هاي مال الرصاف، هاي مال ملعب الشعب، والله تكره حياتك، تكره البلد اللي انت ابوه، تكره يعني من مذله ومن يعني شو تريد توصل؟ شو تريد توصل؟ روح شوف الناصريه النساء تبع العراء، قسما بالله قسما بالله بهذا الرصافات وهذا التاجي، نسوان من الموصل بايته 2 أو 3 أيام تفترش الشوارع وتفترش العراء، من يقبل على نفسه من يقبل على عرضه؟ اكو مسؤول، اكو رئيس وزراء، اكو نعم.
ابو مصطفى يعني من يقبل هذا الشيء؟ نعم ابو مصطفى انا اعتذر منك اذا قطعتك، بس همين اجاني اتصال من داخل السجن التاجي. اسمح لي حتى استقبل الاتصال من علي. ابو مصطفى شكرا جزيلا لك. علي من سجن التاجي، حياك الله يا علي. علي وياك الله يساعدك ويساعدك يا قلبي. الله يساعدك، شلونك حبيبي قلبي، شلونك انت؟ انا جاي احكي وياك بيه تدرم ترى. الله يشافيك يا ربي، تفضل يا اخويا. وحالتي حالتي مأساوية. ايش قد صار لك بيك تدرم اخويا علي؟ حبيبي صار لي حوالي شهرين مقعد انا بالفراش. خوش ولا زين، شنو الاجراء اللي صار من قبل ادارة السجن؟ شنو إدارة السجن؟ حبوب يجيبوا لك اياها، يجيبوا لك اياها عشان سامع مثل ما يجيبوها لك. احترام ماكو، حرص ماكو، كل شيء ما عندهم. خوش ولا احنا ضحايا المخبر السري احنا، شنو سوينا؟ ما تقول لي شنو سوينا؟ طعنا ناشد حلبوسي بشرفه وبغيرته وبضميره. احنا ترى قاطعنا الانتخابات، وعوائلنا راح تقاطع الانتخابات وما نحضرها. خوش ولا إذا ما سوينا حل يوم 15 آخر مهلة، يوم 15 ما عيني طاح الشيخ الصمدعي، يوم 15 راح نهرب الانتخابات كله. تعبنا احنا كلش تعبنا. ما شاء الله. الله أكبر، يعني احنا مو عراقيين، شو مستوينا احنا؟ ما تدري شو مستوينا؟ ما يريدونا، خلي يطولنا جواز، خلي يطولنا في الشيء طرد من العلاقة يطلعونا يعني. ملينا تعبنا، الله أكبر. أخ علي عندنا أسئلة هواية نريد نسألها ونستفسر بها. أنتم مثلا داخل السجن الغرفة الواحدة كم واحد بيها؟ ما حبيبي الزندانة تشيل لها 20، نقول حاطين بها 50. زين شلون ينامون ذولا 50؟ صدقني كاشية، صدقني فق بالله كاشية من 40 قديمة، ذيك الكاشية من قديمة من 40 سنتين. أيه؟ هذا انت يعني اذا صاير مخالف راس رجليك على راس صاحبك ورجلين صاحبك على وجهك، تقوم من مكانك تكرم تروح تبول بعد مالك مكان، تبقى قاعد اصب. ملينا يا اخي، والله ملينا. ما شاء الله احنا مو بشر. زين ال 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 اخ علي سؤال، يعني انت ايش قد صار لك بالسجن؟ نعم انا صار لي 11 سنه. شنو تهمتك؟ تهمت 4 ارهاب يا اخي. شو هذا؟ يوم لا في 20 دعوه. وقعوني وانا براسي كيس، ما ادري بصموني يعني، وطلعوا لي كيس كاتل فلان وجايب فلان وحاط فلان وانتماءات وما ادري شنو، وجاء الدنيا قلبها علي. ما ادري شو ما ادري. خشوا. وين انتم جوعتوا؟ ما ادري لي وين انتم جوعتوا؟ نعم. قل لي الاكل والشرب شنو اخبار ايامكم بالتاج؟ انا سمعت من يعني اثنين بس اريد اسمع منك اكثر. شلون؟ الاكل والشرب بالسجن شلونها؟ كلش مزيان، يشهد الله ورسوله الفار والبزازين، وتكرم ملعب النفس، طرافر تيجي تفتح القزان تلقي طرافر. وهشلا يقول لك تاكل ما تاكل يضرب قرطن على ابوك لابو عشيرتك، لابو ذاك لابو هذا، قام يضرب عليهم. شو نسوي يا اخي؟ ما ادري شو نسوي. ويطلع وزير العدل يقول احنا نصرف للمسجنين 10 دولارات يوميا، وين هالعشر دولارات؟ طماطه خايسه. نعم طماطه خايسه، حلب خايس يجيبونه. خوش ولا والله ما احلى البوتيته تكون مسوشه. خوش ولا نعم ما شاء الله. شنو نسوي؟ ان شاء الله وصلت مناشداتكم انت واحمد ورامي. داعي الحكومه العراقيه وكل انسان بيزيره وشرف علينا يعني. نعم. داعينا بالعفو. ملينا، الخاطر عوائلنا، الخاطر نسواننا، الخاطر اطفالنا، يتموا اطفالنا. نعم مجتمعنا انتهى. نعم طيب غيرتك بشرفك ان ترفع صوتك للحكومه. وصل ان شاء الله، وصل وسمعوك كل الناس ان شاء الله اخويا علي انت واحمد ورامي، وان شاء الله وصلت مناشداتكم ويا رب يستجيبون لهاي المناشدات. اعذرني راح يدركني الوقت. شكرا لك علي. رائد من بغداد، تفضل اخويا رائد واتمنى بسرعه. السلام عليكم، شلونك استاذ؟ هلا بيك يا الغالي. الله يحفظك. انا من اهالي بغداد، اقربائي وحمامي في بابل. والنعم منك ومن اهالي بغداد وبابل. الله يحفظك. معانات هواية هناك ببابل، وأسا قبل شهر هيك شهرين عندي واحد من ولد عمي كل شيء ما عنده والله، اسمه صباح عوار خضير. ايه
اجوا علي للبيت، لا رجال من اهل جرف الصخر هو اصلا. نعم. راعي يسرح بالمحل راعي غنم. نعم اي نعم. ورجال بس تهجر جي الباب منطقة ثمهم والحة نعم يعد بيها وجتقوا واخذوا لا يودون المحكمة ولا اكو عليه مواجهة ومشمور عدة اثنين بنات والله وولد. نعم 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 نعم. أموره تعبانة والناشد قناتكم الناشد الناس الخيرة الناشد الحكومة الضابيل يعني ما عنده شيء. نعم وصلت مناشدتك إن شاء الله. أريدكم أي والله. نعم شكرا لك أخوي رائد. قبل ما يدركني الوقت وأنهي البرنامج أستاذ أفن متى الفرج والله باليوم الموت ألف موتة أنا خريج بكالوريوس آداب لا شغل ولا تعين أنا شنو ذنبي جاوبني أخوي العزيز. السلام عليكم أخوي أفن بس أقول العراق إلك الله حسبي الله ونعم الوكيل على الحكومة وعلى الأحزاب. السلام عليكم أبو حاتم من الموصل تحية طيبة لك أستاذ وللجميع. أستاذ العراق بعد عام 2003 بدون دولة وقانون وحماية الدولة والمواطن بيد عصابة مدربة على يد أعداء العراق الغرب واليهود والفرس، ماذا تترجى من هؤلاء الفاسدين ينتجون فساد مثلهم على يد كبار المسؤولين في هذه العصابة الفاسدة والفاسدين؟ إن الأوانة قد حان لينتفض الشعب على حكومة بغداد وإنقاذ العراق يوم الانتخاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمودي من الموصل يقول إحنا ما عدنا غير بس طلب واحد، العفو العام عن أبنائنا. اخواني الاعزاء العراق بمشاكل هوايه، الحلقه اليوم كان نريد نحكي بها عن النازحين لكن تحولت الى قضيه المعتقلين. سمعتوا صرخه اخوانكم داخل سجن التاجي وهي صرخه لكافه المعتقلين العراقيين الموجودين داخل السجون العراقيه بالتاجي وباقي السجون، معاناه كبيره هم دا يعانوها والسبب اهمال حكومي وسياسي وما دايرين بال، نفس الاهمال دا يعانوا النازحين. نلتقيكم على خير ان شاء الله بنفس الموعد بحلقه جديده باكر. في أمان الله.